طيبين فرحانين ان احنا نشوف اولادنا يعني بيرتلوا بنلبهم كده هو بالذات يعني اصواتهم ملائكيه وروحانيه في نفس الوقت. فده فريق الناشئين بتاع كنيسه ابو سفين فنشوف ده فريق الناشئين يعني او الناشئات يعني فربنا يعوض طعم محبتهم كده. طبعا في حياتنا بنمر بتجارب كتير وبنمر بضيقات كتير وطبعا ساعات بيبقى في وقعات كمان كتير على مستوى العالم وعلى مستوى العيلة وعلى مستوى الفرد وتملي بنقول نمسك في ربنا. فالحقيقة نمسك في ربنا ازاي؟ الطريقة الوحيدة المسك ان احنا نمسك في ربنا هي عن طريق وعوده. عشان كده ابونا عبد المسيح في النهضة السنة دي اختار لنا وعود إيمانية للحياة الأبدية، فكل وعد منهم حيمسكنا في ربنا وفي نفس الوقت حيأدي بنا إلى الحياة الأبدية. فرحانين كتير خالص النهاردة ان احنا معانا قدس ابونا يوسف فانوس وغالي علينا وعلى الكنيسة انه هيكلمنا النهاردة في موضوع مهم قوي عن الغفران. اغفروا يغفر لكم. بسم الله أبو الابن روح القدس إله واحد أمين. كل سنة طيبين. العذراء يا الكورال جميل وأنا كنت بحتاج لي بشوية إنه الموسيقى عالية ما سمعتش صوتهم كويس مع إنهم حلوين بس قال لي عشان أنت واقف هنا لكن الناس من الناحية التانية سامعين الأصوات كويس بقى الغلطة مني أنا. النهاردة من متى 6:14 فإنهم غفرتم الناس ذلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلاتكم. ودي قالت إمتى؟ الرسل قال السيد المسيح علمنا كيف نصلي فعلمهم أبانا الذي في السماوات. لكن خلوا بالكم أنه بعد ما قال لهم تصلوا بالطريقة دي أبانا الذي في السماوات علق على حاجة واحدة بس من كل الكلام بتاع أبانا الذي في السماوات. الحاجة الوحيدة اللي رجع واتكلم عليها تاني هي أنه إن غفرتم يغفر لكم. فنفتح كده مع بعض في 6 ولما تروح البيت بقروها كده كويس ان هو قال لهم فان غفرت لك يعني ولكن نجينا من الشرير لك الملك والقوة والمجد. وبعد كده الآية اللي بعدها فإنهم إن غفرتم للناس ذلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي ولن تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا ذلاتكم. فده بيورينا إيه؟ إنه الموضوع ده مهم جدا. والحقيقة إنه النهضة كلها بتتكلم على الوعود الإيمانية للحياة الأبدية. فالحقيقة طبعا يعني التوبيك ده إنه يكون أول حاجة يعني ده اختيار بذكاء جميل جدا جدا إنه نتكلم أول حاجة إحنا عايزين ندخل ملكوت السماوات. طب أول حاجة هنعملها إيه؟ أول وعد أو أهم حاجة عشان ندخل ملكوت السماوات إنه نغفر. وعشان كده بنشوف على إنه الكنيسة لما يجي القداس القداس بيبتدي بإيه؟ بعد قداس الكلمة لما يجي القداس بتاع التقديس بيبتدي بإيه؟ بيبتدي صلاة الصلح نتصالح نغفر لأنه لو ما تصالحناش مش هنقدر ندخل السماء. فإذا ما تصالحناش القداس اللي هنحضره ده ما منوش أي فايدة. فالغفران اغفروا يغفر لكم شرط. لازم نخلي بالنا ان الموضوع ده مهم جدا. يعني واحد مثلا يجي في الاعتراف يقول انا حصل كده كده من فلان ده وانا مش هغفر له ابدا. طيب انت جاي تعترف ليه؟ يعني هو الاعتراف ده هو التوبه مش انا اقول انا غلطان في ايه ولا ده فلان غلطان في ايه. انا عايز اتوب عايز اتغير. فالنهارده كده نبص بسرعه لان الوقت يعني يمكن سرقنا وانا عارف يعني النهارده ابتدى الصيام والفول بينوم والوقت متاخر. ف الغفران هو ان انا التمس الاعذار للناس اني اسامح هي دي الغفران. لكن هل هقدر اسامح؟ ده بيعتمد على حاجات كثيره جدا. ولكن السيد المسيح قال لنا لازم تسامح. فمعلم بطرس قال له سامح 7 مرات قال له 7 في 70 و77 دي معناها يعني الى ما لا نهايه. طب ازاي هقدر اسامح؟ هل انه اقدر اسامح دي حاجه كده
يعني سهلة؟ والحقيقة لا، هي مش سهلة، ولكن ممكن تكون سهلة. وإزاي؟ فالنهاردة كده نشوف إنه هو قال إيه؟ قال سامحوا عشان أسامحكم. ويجي معلمنا يوحنا يقول لنا يوحنا الأولى صح 1:8، وإن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا. مين فينا اللي من غير خطية؟ لما مسكوا الست الزانية في ذات الفعل وجابوا للسيد المسيح المفروض أكوردنج للناموس إنها تترجم، قال لهم إيه؟ من منكم بلا خطية فليرميها بحجر أولا. فهو ده الحاجة المهمة، هو ده السر. الغفران صعب، ولكن لما نتذكر المثل بتاع السيد أو يعني القصة بتاع السيد المسيح مع المرأة الزانية دي، على طول نتنبه إنه من منكم بلا خطية فليرميها بحجر أولا. بيحصل إيه لما أنا ما أقدرش أغفر لحد؟ وليه ما أقدرش أغفر؟ لأنه مليان غضب، مليان مرارة، مليان كراهية، ويمكن كمان رغبة في الانتقام. لكن المشكلة إنه لما الحاجات دي كلها تكون فيي أنا بتأذي، لأنه الغضب اللي جوايا دي والمرارة اللي جوايا دي كلها بتخليني أنا من جوه مظلم، مليان ظلام، مليان قوة شر، وأنا بتأذي. ممكن الغضب ده يتحول لاكتئاب، يجيني اكتئاب من كتر الغضب اللي عندي. أحس إن الدنيا دي ما فيش عدل في الدنيا، ده أنا اتظلمت. ده طب إزاي نغفر؟ وإمتى نقدر نغفر؟ والإنجيل كمان بيقول لنا إيه؟ يعني بنشوف كده في متى برضو إصحاح 18 بيقول له كده: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه، بينك وبينه وحدكما، وإن سمع منك ربحت أخاك، ولم يسمع فخذ معك واحد واثنين شاهد أو اثنين، ولم يسمع خذ الكنيسة، ولم يسمع يعني يكون كالوسن. معنى كده وسن عشار إنه هو مش هسامحه؟ لا، لازم أسامحه. بس هو بيقول إيه؟ أنا ليه بروح أعاتبه؟ عشان أربحه. لكن مش في كل الوقت هنقدر نعاتب. البابا شنودة، قداسة البابا شنودة الرب ينحي نفسه، ذهبي الفم، قال إيه؟ عنده مقولة كده جميلة بيقول فيها: يتعاتب وتصفي، يتسامح وتنسى. يعني لما تقدرش تعاتب تسامح وتنسى، لأنه العتاب دي مش هينفع مع كل حد. أنا بعاتب ليه؟ وهي دي نقطة برضو مهمة تانية. أنا مش بعاتب عشان أطلع مين الغلطان، أنت الغلطان معايا فأنا بعاتبك. لا، هي الفكرة مش كده. العتاب ده الهدف بتاعه إنه أنا مش عايز الشخص دي يهلك، فأنا بعاتبه علشان أنبهه إنه يا حبيبي يعني الطريق اللي أنت ماشي فيه دي هيوديك لهلاك. ملهوش دعوة العتاب بإنه لا أنت اللي غلطان ولازم تعتذر لي. بس هو طبعا في الإنجيل بيقول إذا أخطأ إليك أخوك وتاب وجاه قال لك اغفر لي، سامح، لازم تسامح، ما ينفعش ما تسامحش. طب أسامح إزاي؟ ما هي في غلطات بقى يعني صعبة. في بعض الأشياء اللي هي بتخلي الغفران صعب، زي إيه كده نمر عليها بسرعة. مرات بتكون إنه الغلط صعب، وبالذات لما يجي من حد قريب. يوسف الصديق أخواته من دمه ولحمه رموه في البير وعوه، وكان أمين وبيت فطفار واتظلم، ما عملش حاجة، دخل السجن، وسجن سياسي، اترمى في السجن، ما فيش محكمة، ملوش حد. يعني السجن ده ما قالوش هتقعد سنة سنتين 10 15، لا، السجن وخلاص، سجن الملك لغاية ما تموت في السجن، ظلم. تفتكروا يوسف كان قادر إن هو يغفر ولا لا؟ هو طبعا في الآخر لما بقي يعني نائب الملك أو بقي يعني منصب الكبير دي، وهو أخواته قالوا له يعني أنت عايز تنتقم؟ قال له لا، مش هنتقم منكم، أنا بحبكم. بعد الأب ما مات قالوا له لا، أنت بقى يعني أنت كنت عشان خاطر بابا أنت سايبنا، ودلوقتي بابا مات فأنت هتنتقم منينا. وإحنا قال لهم لا، أنتم أردتم بي شرا ولكن رب أراد بي خيرا.
فهل من هنا طبعا بنشوف ان هو سامحهم، بس احنا بنقول اه هو سامحهم لانه اصله هو يعني بقي في منصب كبير بقى ويعني عشان كده سامحهم اه خلاص. لكن خلوا بالكم الحقيقه لا، هو حتى لما كان مذلول وكان عبد وحتى لما كان في السجن كان برضه مسامحهم. وقبل كده حتى لما راح ودى لهم الاكل وما لقاهمش هو عارف ان هم بيكرهوه، وابوه بعته يودي الاكل، لكن لما راح يودي الاكل ما لقيهمش، كان ممكن يرجع لابوه يقول له ما لقيتهمش، لكن قعد يدور ويسال وبتاع، ومشي يمكن يومين ثلاثه لانه كان طبعا مواصلات ما فيش اي حاجه بالمشي كله، فهم راح حته بعيده مشي يومين ثلاثه عشان يودي لهم الاكل. ده بيقول ايه؟ في حب. هو عارف ان بيكرهوه لكن هو عنده حب. طب تفتكروا بقى زي ما قلت في السجن وفي العبوديه هل كان بيكرههم مش قادر يغفر لهم؟ هي مش مكتوبه لكن انا اعتقد انه لا كان غفر لهم. ليه بقى؟ هقول لكم. تعالوا نقرا مع بعض يوحنا الاولى الاصحاح الاول بيقول ايه. رساله معلمنا يوحنا الاولى الاصحاح الاول بيقول لنا وأيضا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم، إن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمد عينيه. فيوسف لو كان بيكره أخواته وكان مش مسامحهم كان هيكون عايش في ظلمة ويكون عايش في عمى، الظلمة تعمي عينيه. ولكن الإنجيل بيقول لنا إيه؟ وكان الرب مع يوسف وكان يوسف رجلا ناجحا. لما كان في بيت فطفار كان مديله كل حاجة، نعمة ربنا كانت محوطاه. لما راح السجن رئيس السجن عمل إيه؟ ساب له كل حاجة. ده معناها إيه الكلام ده؟ معناه إنه ربنا كان معاه. فإذا ربنا معاه يبقى هو عايش في النور، مفيش ظلمة في قلبه، قلبه مليان نور. فنور ربنا زي ما قال السيد المسيح ليرى الناس يضيء نوركم قدام الناس ويروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فبس إزاي هو يوسف الشاب الصغير ده قدر يسامح أخواته؟ إزاي قدر يتحمل الظلم ده؟ إزاي إحنا نقدر نتحمل الظلم ده؟ نسيبها ونرجع تاني للحتة اللي سيبناها ليه الغفران صعب. السؤال اللي جاب يوسف مرة قلنا إحنا طبعاً شدة الخطأ وإن هو بيجي من ناس إحنا متوقعين إنهم يعني دول ظهرنا. التوقعات برضو الحاجة التانية التوقعات، متوقع حاجة كويس والتوقعات دي ما تحصلش فبكون يعني صعبة. تكرار الخطأ، مرات تكرار الخطأ بيخلي برضو سمحته مرة ومرتين وثلاثة ودلوقتي لسه في نفس الخطأ ومش قادر أسامحه. برضو مرات يكون صعوبة الغفران إن أنا أسامح إنه في حاجة يعني not reversible، يعني واحد شتمني بسيطة، لكن مثلا ممكن واحد عورني عيني راحت ولا إيدي راحت ولا حاجة كبيرة. بس خلوا بالكم إنه في ناس راحوا خالص. الشهداء لما بص على شهداء ليبيا والست يكون جوزها مات وتقول أنا مسامحاهم ومن قلبها، ده مش عشان التلفزيون، كانوا من قلبهم لأنه في ناس راحت من غير تلفزيون ولقوا نفس الجواب. إحنا دلوقتي عندنا شهيد، أنا مرات الشهيد، إزاي يقدروا يسامحوا؟ هنيجي تاني إنه أسامح حاجة صعبة، ودي كلها أسباب ولسه في أسباب تانية تخلينا برضو إن إحنا ما نقدرش نسامح. إنه الأخطأ إلينا ده مش معترف بالخطأ بتاعه، فبكون متضايق قوي قوي، يعني هو إزاي مش معترف بخطأه، إزاي أسامحه؟ طيب على الأقل يقول يعني يعتذر. مرات هو طبعا بيعتذر وأنا ما بسامحوش. الحاجة التانية كمان اللي بتخلي صعوبة الغفران تأخر عقاب ربنا. يعني مرات حد يغلط معايا غلطة كبيرة وأقول يعني ربنا هيعاقب الشخص ده كده بالي، ده هو طبعا الانتقام اللي هو السلسلة بتاعت الغضب والمرارة والكراهية والانتقام، ربنا فين؟ وحتى
يعني ان انا بلوم ربنا، يعني حتى مش بس ان انا ما بغفرش، ولكن بقول يعني ربنا مش عادل. توصل للدرجة دي؟ ده كفاية انه انا ما غفرتش. فدي كلها اسباب كتيرة بتخلي ان انا مش قادر اسامح. طيب ازاي هقدر اسامح؟ نشوف كده، او يعني يمكن كمان قبل ما اقول لكم يعني ازاي نقدر نسامح، طبعا في السيد المسيح على الصليب قال له يا ابي تغفر لهم، بس هنقول ده السيد المسيح. بس نمسك واحد زي استفانوس. استفانوس زينا، هو طبعا شماس وكده، لكن يعني هو مش المسيح، كويس. طب ازاي كان الناس بيرجموه وهو بيقول لهم يا رب اغفر ليهم خطيتهم؟ او يعني مش بيلوم ربنا ان هو بيتعرض لحاجه زي كده وبيقول له اغفر لهم، لانه بيقول لنا الكتاب كده ان هو بص وشاف السماء مفتوحه. يبقى هو ده السر، انه اللي عايز يغفر وفي موقف صعب زي ده، لانه الرجم بالطوب ده هو زي بيدفن واحد بالحياه، يجيب واحد يدفنوه كده، واحد يشيله يحطوه في قبر يقفلوا عليه، بس ده مش كده بس، كمان بيتخبط وبينزف ووجع وألم لغاية ما الطوب يغطيه، ويكون الإنسان ده تحت الطوب ومش قادر يتحرك ولغاية ما يموت، يعني من الجوع، من النزيف اللي عنده، إذا كانت الخبطات في حتة يعني خطرة أو كده. فده بيقول لنا على إنه السر في إنه أنا أقدر أسامح هو أنا أقدر أشوف إنه كل الحاجات اللي في الأرض دي ملهاش أي قيمة، وأشوف السماء مفتوحة، وأشوف إنه يعني اللي أسأل ده هو اللي مسكين وغلبان. لأنه قبل كده إذا رحنا المتة 5 بيقول فيها إيه؟ أحبوا أعداءكم، باركوا، احسنوا لمغضيكم، باركوا لعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. بس أنا مال يعني شاعر بقى ايه كده، الدنيا كاتمة على نفسي ومش قادر اسامح. طيب هعمل ايه؟ صلي، صلي عشان تقدر تسامح، وصلي للأساء ليك علشان تقدر تسامح، صلي للأساء ليك عشان هو ما يهلكش. يعني مرات احنا بنصلي للأساء لينا، ويعني الصلاة بتاعتنا بتكون يعني يا رب انتقم منه، مع انه المفروض احنا نصلي زي ما قال الانجيل عشان انا اقدر اسامح، عشان الغضب، لان انا لما هصلي انه يا رب انتقم منه عمر الغضب اللي جوايا ما هيروح، هكون في ظلمه، وزي ما قلنا الظلمه دي بتؤدي لحاجات وحشه ليا انا. ازاي اقدر اسامح برضو؟ يعني في امثله كثيره جدا في الكتاب المقدس. نمسك مثلا زي المثل بتاع الابن الكبير. الابن الضار راح وضيع نص ثروة أبوه، الفلوس ضاعت خلاص مش هترجع. يعني ممكن واحد يكون أزاني في إنه معرفش دخلت معاه شريك وأكل فلوسي، ويعني لا مش هسامحه أبدا، لا فلوسي ضاعت، يتحوشت العمر دي تعب شقاية وعمري فربنا يسوع المسيح أدانا المثل دي. والابن الضال لما جاء رجع ويقول له أخطأت يا بتاع في السماء قدامك، ما خلاش يكمل كلامه. بس المهم في الموضوع ده نرجع للحاجة المهمة بالنسبة لنا، الابن الكبير اللي هو عايش في البيت، وشوف كان بيكلم أبوه إزاي، أنا أخدمك كل هذه السنين ولم تعطيني حاجة. مش شايف إن هو يعني ربنا بيقول لربنا، أنت بيقول للأبو أنت ظالم، اللي هو بيمثل طبعا الأب. وكان مدعو لإيه الابن الكبير؟ إنه يدخل الحفلة، يدخل العرس السمائي، لأنه السيد المسيح ده مثل بتاع عرس ابن الملك، واللي مش فاضي عشان اشترى أرض، واللي مش فاضي يتجوز، مش فاضي عشان عمل إيه. فالابن الكبير رفض يدخل. ليه رفض يدخل؟ لأنه مش عايز يكون زي الأب. الأب مليان محبة، الابن بعد ما ضيع نص ثروته برضه بيحبه لأنه ابنه، برضه بيحبه وسامحه، ومش بس سامحه، ده عمل له الحفلة الكبيرة دي. والابن الكبير رفض يدخل. فإحنا يا أحبائي في خطر إن إحنا ما نقدرش ندخل علشان إحنا
قلبنا مظلم، لأنه هو نور. السيد المسيح قال كده في 8، أنا هو نور العالم، والنور والظلمة لا يختلطوا مع بعض. لأنه هو نور العالم، فأنا لما أروح له مش هقدر أشوفه، لأنه أنا ظلمة، أنا شايل في قلبي حقد ومرارة وغضب. ده الإنجيل بيقول كده. عايزين بقى يعني عشان ساعة بقت 9، هديكم مثل واحد كده بسرعة يوريكم قد إيه الكلام اللي قاله ربنا ده، إن غفرتم يغفر لكم، قد إيه قوي. داود النبي، داود النبي ارتكب جريمتين، العقاب بتاعهم في الناموس القتل، زنا مفروض ان هو يرجم، وقتل واحد عمدا مفروض ان هو يقتل، القاتل يقتل. والناموس زمان كان قاسي جدا، مفهوش يعني فصال، اذ في الذبائح وكده، يعني الواحد يقدم ذبائح، الذبائح دي اللي بعدين للسماء، للغفران بعدين في السماء، لكن في الارض الزاني ده لازم يعني يرجم، والقاتل لازم يقتل، ما فيش حاجه اسمها تاب ولا سامحوه ولا اي حاجه زي كده. طب هو ربنا ليه سامح داود مرتين؟ كان مفروض يموت مرتين في سببين قويين طبقا للناموس، مفروض داود يموت، ليه ربنا قال له رفعت عنك الخطيه دي؟ حد يقدر يقول لي؟ هو قلبه طيب، بس هو عمل حاجه خليته ان هو طيب. الانجيل بيقول لنا ايه لما كان داود هارب من شاول مرتين؟ قالوا له اصحابه اللي حوالينه ربنا بعت لك شاول عشان تموته، لانه هي جت حرب قاتل ومقتول، صح؟ يعني داود كان جوه مستخبي وشاول جه، وكان ممكن شاول لوحده هو وكل جماعته كان ممكن يموت شاول ويخلص بقى، وهو عارف ان هو مرشوم ملك. داود في الوقت ده كان اوريدي صمويل عمله ملك، مسحه بالدهن ان هو ملك بدل شاول، فمنطقيا كده ما اموت شاول وابقى الملك خلاص، ما انا ملك، انا ملك، بس يعني لغايه ما داود لغايه ما شاول ده نخلص منه او يعني يتخلص. قال له لا، امد يدي على المسيح الرب. واو، ايه ده؟ هو قلبه، بس قلبه ده نشوفه عمليا، يعني قلبه مش كلام، قلبه نشوفه عمليا ان هو كان ممكن ينقذ حياته، وحياه الانسان دي حاجه مهمه. قد ايه حياتي مهمه؟ يعني لما الاقي حد بيهددني لازم ادافع عن نفسي. يعني ممكن واحد يقتل واحد بعدين يقول قتلته ليه؟ اصل بدافع عن نفسي، هو كان عايز يديني بنيه فانا صديت البنيه، ما اعرفش جت في وشه حاجه زي كده. المره الثانيه كلهم نايمين وشاول في النص، ما فيش حد حارس، كله نايم على روحه، وبرضه راح وقطع حته من الجبه بتاعته ولا اخذ الكوز بتاعه، وبرضه ما قتلوش. مرتين سامح شاول وكان ممكن يقتله. حياه شاول كانت في ايد داود مرتين وسامح، وقام ربنا ايه؟ ردها له. فيا احبائي، ربنا مش ظالم، ربنا ما بيفوتش اي حاجه، هو الكاس ماء بارد لا يضيع. بس اصبروا، صبر شويه. مرات كتيره احنا بنبص لاخطاء الاخرين ونغضب منهم، ويا ترى الخطا فينا ولا فيا انا؟ مرات حد يعمل حاجه وانا يعني افهمها غلط، او افسر هو عمل كده عشان كده، وازعل منه ومنها، و أشيل الزعل ده وأثار الغضب، ما لهوش أساس أساساً، لأنه حدش عمل فيه حاجة وحشة، كلها حاجات يعني الدنيا دي مليانة أسباب بتاعت غضب. يعني بس عشان الوقت مش بس، بص مثلاً واحدة عيد ميلادها متوقعة جوزها يجيب لها هدية بقى بتاع، ما جابش الهدية زعلت وبقت قامت خناقة. طب يعني ما خلاص، ما هو يعني جاء قال كل سنة أنت طيب مثلا، وما جابش الهدية، الراجل مشغول أو الرجال غير الستات، لكن لا ما يعني. فأحبق الموضوع بتاع الغضب دي طبعا مربوط بحاجات كتيرة جدا، وإزاي الواحد بيشوف أنا مش مسامح ليه؟
مرات تكون حاجة بسيطة، يعني أنا قصدي مرات تكون حاجة بسيطة وأنا أكبرها وأعمل منها مشكلة كبيرة جدا جدا ومش مسامح عشان كرامتي وعشان الأنا وعشان الذات. ف يعني بيقولوا كده إنه الحل الوحيد بتاعنا عشان نقدر نسامح، لأنه في مرات في حاجات صعبة، بس الحل الوحيد عشان أقدر أسامح إنه أبقى زيه. الحل الوحيد إن أقدر أسامح إنه أصلي وأطلب منه معونة عشان أقدر أسامح. والحل الوحيد علشان أسامح إنه أنسى نفسي شوية والتصق بالله. صلاة كتير، قداسات كتيرة، طلب معونة من ربنا. وفكر، اقعد حاسب نفسك. أما حاسب نفسي أشوف إنه أنا مثلاً يعني في حد الغلطة بتاعته عدم التزام، ما أنا برضو عدم التزام، في وعود كتيرة بديها ربنا وما بعملهاش. ممكن غلطة، خيانة، ما أنا بخون ربنا برضو. ظلم، أنا ظلمت ربنا. سرقت ربنا، سرقت الوقت بتاعه. فالحاجات اللي أنا بقديم بيها الناس، يعني بقول لهم هو طبعاً عدم الغفران ده مربوط بالإدانة ومربوط بالمحبة، ويعني هي شبكة كده متوصلة ببعض. فيا ترى اللي أنا مش بغفره دي لأنه عمل حاجة كبيرة وأنا عملت كده في ربنا وطالب منه يغفر لي؟ هو أنا بوشين؟ أنا بوشين طالب ربنا يعمل حاجة يغفر لي وأنا مش بغفر للناس؟ فعشان كده بيقول تصالحوا مع أنفسكم في الأول. تعال صالح نفسي، لأن جوايا في رغبة إن أنا أغفر، وجوايا برضو في رغبة إنه لا ما ينفعش أغفر، ده داس على كرامتي، ده جرح ما عارفش إيه، ده جرح شعوري، قال لي ده. فهل أنا أعمل دي ولا دي؟ الصراع اللي جوايا دي هو جزء من المشكلة، ومش هيتحل إلا لما أقرب من ربنا، لأنه هو جاء ليصالحنا زي ما بيقول كده في القداس الغروري إن هو صالح الأرضين مع السامعين والنفس مع فالنهاردة كده نصلي إنه ربنا يدينا واحدة من فضائل الست العذراء، التسامح. واحدة من الفضائل المهمة جدا إن إحنا ما نشيلش هم، لأنه الهم ده بيأذينا إحنا. ومرات كتيرة إحنا هو الحقيقة يعني معظم الغضب بتاعنا أو معظم الحاجات اللي مش مسامح هي بسبب الذات. فأحكي لكم قصة أخيرة كده نختم بيها. واحدة بنت صغيرة عمرها مثلا 14-15 سنة، هي دايما تطلع الأولى في الفصل، يعني يا الأولى الثانية الثالثة، يعني غير كده هتنتحر يعني. المهم إنه جت تعترف، فبتقول لي I hate my brother. طب ليه ضربت أخوكي؟ قال لي stupid. طيب أوكي بصي، أنت بكرة عندك امتحان وعدتي ذاكرتي كويس جدا جدا، وبعدين بعد ما خلصت المذاكرة بتلعبوا مع بعض وأخوك قال لك you are very stupid، بكرة لما تروح الامتحان هتجيب 90 ولا 50؟ هجيب 90. هي شاطرة وما تقبلش 50 طبعا يعني. لا طيب، يعني هو لما قالك very stupid you didn't become stupid، ما يقول لك stupid من هنا لغاية بكرة هيحصل لك ايه يعني؟ مش هيحصل لك حاجة. قلت لها بس عارفة هو ليه قال لك stupid؟ لأنه انت ماما وبابا كل يوم بيقولك برافو شاطرة، ده انت يعني بنت هايلة، هو ما حدش بيقول له كده، فهو بيغير منك. فالمرة الجاية لما يقول لك stupid امسكي كده احضنيه وقولي له I love you. لما تقولي له كده تاني مش هقول لك stupid. يبقى مرات احنا ايه، أنا بقول لي القصة دي لأنه يعني قصة واضحة جدا جدا وحقيقية، يعني حاجة حصلة. يعني شوف إزاي هي ضربت أخوها عشان لا لها ستوبيد، يعني ستوبيد هتعمل لي إيه؟ ما تقولوا لي ستوبيد من هنا لغاية بكرة مش هحصل لي حاجة. بس أنا ليه بزعل؟ يعني دلوقتي لو أنا كده أبونا يوسف جاء حد كده قال لي أنت ستوبيد هزعل. لو جاء عيل صغير عمره 5 سنين قال لي يور ستوبيد، أشوف شوف العيال الأيام دي لسانها طويل. ليه؟ إيه الفرق؟ هي نفس الكلمة. ما أصله ده هو في المستوى بتاعي لما قال لي ستوبيد انا نزلت تحت وهو فوق.
بس العيل الصغير ده لما قال ستوبيد، لا ما هو ده عيل وانا انا فوق، وهو ده عيل عيل ما نزلش من اي حاجه من انا بتاعتي. فالمشكله هي الانا، مش المشكله الكلمه. المشكله مش ده عمل معايا ايه، مشكله الانا. فلما اقدر اتخلص من الانا، مفيش طريقه تخلصني من الانا الا ان انا التصق بالرب. فصلي كده ان ربنا يدينا حكمه، يفتح عينينا علشان نقدر نشوف الحقيقه، ونشوف على انه في حاجات كتيره بتزعلنا ما تستاهلش، ونشوف على انه احنا في الارض دي يعني موجودين كده فتره صغيره، والهدف بتاعنا هو ملكوت السماوات. فنشوف وعود ربنا الايمانيه اللي دخلنا السماوات، ونطلب منه نقول له يا رب اعطينا ان احنا نسامح كل واحد، له المجد دائما ابديا امين. ربنا يبارككم. ممكن اقول لكم اعتراف علني كده يعني؟ ممكن اقول لا ليه يا بنتي؟ لا انا النهارده مفروض اكون في الدير، دير الانبا شنودة، وكنت ناسي النهضه. كنت ناسي ان عندنا نهضه. شوفوا قد ايه بقى انا وصلت لدرجه النسيان والمخ التعبان، بس ربنا محبته فوق الوصف ورعايته وعنايته ما نستاهلهاش. يعني سمعت صوت ربنا عن طريق ابونا مخيل، سمعت صوت ربنا عن طريق ايه؟ ابونا مخيل. انا دايما كده اجي كده احتاس قوي قوي، مش عارف اعمل ايه يا رب، يا رب عايز ايه؟ فسالت ابونا مخيل، كان عندي ثلاث اختيارات. طبعا انتوا عارفين استلام ابونا بشوي كامل للذبيحه كان امبارح، كان في مجموعه كبيره من الكنيسه الشمامسه الحلوين اللي يفرحوا القلب، والاباء الكهنه كلهم بتوع الكنيسه والشعب، كان يوم مفرح جدا جدا يعني. فقلت بالمره بدل ما اروح يوم السبت واروح متاخر شويه ولا حاجه، اروح من الجمعه عشان اقضي خلوه، انا بحب الخلوه قوي. فرحت يوم الجمعه. طب ارجع امتى؟ كان قدامي ارجع يا السبت يا الحد يا الاثنين. والسبت والحد والاثنين في عندي ثلاث مواصلات يرجعوني. يعني بالنسبه لي انا احب اقضي خلوه كتير، وكنت ناسي النهضه من أول. اعترفت لكم ان انا كنت ناسي النهضه اللي هتبتدي النهارده يوم الاول يوم 7. فسالت ابونا مخيل، ابونا مخيل ارجع امتى؟ فأبونا مخيل نصحني أرجع يوم السبت. كان ممكن أرجع السبت أو الحد، واحد شاب من الحلوين قدام الكنيسة هو اللي وداني، وإيه ممكن يرجعني يوم الحد. يوم السبت كان بعربية الكنيسة، يوم الاثنين ده كان أجمل حاجة، كنت أرجع مع أب راهب حلو، صلوا له كلكم عشان ربنا يديله الصحة ويديله القوة. كان هيرجع، كان جاي يسدني يوم الاثنين، فكنت هرجع لي اوصلك لغايه البيت. محتار اروح اجي السبت ولا الحد ولا الاثنين، والثلاثه عندي زي بعض بالظبط. يا رب اللي تختاره اختار لي الصالح، انا مش عايز اختار نفسي. انت سمعت كلام ايه ابونا مخيل؟ وكتير بسمع صوت ربنا عن طريق احبائي. انا النهارده فرحان فرح، عارفين بقى زي ما بقول الفرح لا ينطق به وايه ومجيد. طبعا كلكم فرحتوا معانا بالترتيب الحلوه الجميله اللي اتقالت العذراء دي، طيرتنا في السماء. موضوع الجميل بتاع الغفران ده هو ده الموضوع اللي يدخل السماء، هو ده الموضوع اللي يدخل السماء فعلا. برنامج الجميل، اجمل حاجه في القداس بتاع النهارده برضو نفس الحكايه. كان عندي 4 اوبشن مش 3، وانا جاي الصبح احضر القداس العربي ولا الانجليزي ولا المالتي كالتشر ولا الاطفال. انا احب افوت عليهم كلهم عشان اخد بركتهم كلهم من وقت الاخر، بس وانا جاي الصبح يا رب عايزني اروح انا قداس فيهم امام الله. اللي جابني الصبح بالعربيه، انا ما بسوقش دلوقتي خالص، على ايد ابونا مخيل، على ايد اباء الكنيسه ومحبه اللجنه بتوع الكنيسه الحلوين. الراجل اللي جابني الصبح قلت له اصلي انا قداس،
قال لي صار الانجليزي فجأة صارت مع ابونا مخيل برضه. مش عارف حكايه ابونا مخيل معايا ايه، حكايتك ايه معايا anyway. طبعا الملاك مخيل عجيب قوي قوي. لغايه وانا جاي دلوقتي جاي مع واحد اسمه مينا، قلت بس ده ماري مينا اللي جابني النهارده. كنت ناوي اقعد في البيت، حتى بعض الاباء بيقول يا ابونا انت شيخت وكبرت كفايه عليك، يعني ما تجيش كتير الكنيسه، اقعد ريح في البيت كده شويه. وانا صحيت فعلا تعبان، لكن لقيت واحد اسمه مينا هيجيبني. قلت ده ماري مينا بقى ايه اللي هيجيبني النهضه النهارده عشان احضر العذراء والعذراء وماري مينا. قوم يجي مع الراجل اللي جابني النهارده مراته واثنين بناته. اتخيلوا بقى بناته اسمها الكبير، بنت الكبيره اسمها ايه؟ اسمها ميكايلا. ميكايلا دي مؤنث مخيل. ميكايلا دي الفيميل بتاعت ملاك مخيل. يا رب يسوع المسيح، يعني الملاك مخيل ايه مش سايبنا. ربنا يديكوا فرح وبهجه وسلام ويكمل النهضه بخير، ويدينا ان احنا فعلا نشتاق للسماء من كل قلبنا. عشان كده لما نيجي في صلاه النوم ونص الليل والانجيل بتاع صلاه النوم ويتكرر في نص الليل، الان يا سيد تطلق عبدك هي بسلام، نقوم نفكر في السماء ونسامح ونغفر، ونفكر في السماء ونستعد. ويا بخت اللي يستعد. كل سنه وانتم طيبين. نشكر ابونا يوسف على محبته فينا. ابونا يوسف ابونا اسك متعتنا النهارده بالغفران ده، ولو احنا سمعنا كلامك هنخش السماء كلنا. ادعي لي بقى عشان عايز اروح السماء.